عليم الله ودق القمر بيربي قلبي حاسس فيه ساكن. أكيد أغنية ساكن كانت انطلاقة للفنانة ديانا وأكيد انطلاقة كتير مهمة لإلي طبعا. من بعد أغنية صباح مسيرك يوم تعرف هيدي الأغنية لما كتبتها كشعر أثرت كتير فيه خصوصي تاني مقطع لما لصدري الضمة هوني كانت الساعة 3 بالليل نزلت دمعتي حطيت القلم على الطاولة فتت نمت فقلت أبصر شو بدها تعمل هالغنية وأنا من أنا وصغير بحضر كتير مسلسلات بدوية فطورت لهجة خاصة بتبعد شوي عن البدوي وعن الخليجي وساكن منا خليجي حتى منا بدوية هيدي لهجة بيضة مفهومة بكل العالم العربي قريبة كتير للفصحى وشوي بتعتمد باللكنة البدوية والتعبير عنها كله جديد وصورها كلها جديدة ولقيت حالي هون لأنه بحب الفصحى انه انا ايام لما بكتب بحس انه هالشغله بتلبق لست ديانا او لست صباح او لست كلودا ما ضروري حتى تكون مطربه وحده